هو أفسح باب للسفر والترحال عبر التاريخ، هو أفضل وسيلة للولوج في عقول العلماء والباحثين وللتعرف على أجمل ما قاله الشعراء، هو الكتاب الذي ما عليك إلا اختياره وربط حزام الأمان، وللصفحات أن تطلق العنان. حياكم الله مشاهدينا الكرام من منبر برنامج ضوء وظل، وأسعد الله أوقاتكم وأنارها بنور العلم وبالمعرفة. عندما نقول كندا يتبادر إلى ذهننا فوراً لغتان حاضرتان فيها بقوة، هما الإنجليزية والفرنسية، وثقافتان مختلفتان أيضاً. ففي كندا أدب كتب بالإنجليزية وهو مستمد من الثقافة البريطانية، وأدب آخر كذلك كتب بالفرنسية وهو مستمد من الثقافة الفرنسية، ولكل أدب بالطبع رواده ومبدعيه. وكندا كغيرها من البلدان عرفت بالأنواع الأدبية المختلفة، فانتشرت القصة القصيرة بشكل خاص في مناطق كندية ناطقة باللغة الإنجليزية، بينما لعب الأدب الغنائي دوره الحيوي في المناطق الكندية الناطقة باللغة الفرنسية. وقد أثرت الظروف التي عايشها الإنسان في كندا على طبيعة النص الأدبي المكتوب، فقلم الكاتب حساس كصاحبه ويحزن ويفرح كصاحبه. ومن أكثر المواضيع التي تطرق لها الأدب الكندي الإنجليزي حسب الآراء المقدمة مسائل الفشل، حيث يبدو النجاح صعباً بالنسبة للفرد أو للمجموعة، كرواية المريض الإنجليزي لمؤلفها مايكل أونداج، وكذلك روايات فريدريك فيليب غروف الذي يؤلف أو يؤكد على التناقض بين الإنجازات الهائلة للرواد الأوائل وعجز أحفادهم عن متابعة عملهم التأسيسي، ولطبيعة الحياة في الريف والعادات والتقاليد نصيب في الأدب الكندي أيضا، كالشاعرة إيزابيلا كروفورد التي نالت أشعارها شهرة واسعة من خلال حبها ووصفها الجميل للحياة الريفية ومن يعيش في الريف. أما الوقوف على منصة الأدب الكندي يطول فيه الحديث لما لهذا الأدب من جمال وعمق وسلاسة، أما الآن دعونا ننتقل لهذا الاستطلاع عن شخصية مميزة من الأدب الكندي، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم معنا في برنامج ضوء وظل. اليوم بعد بنصطحبكم بجولة ثقافية نتعرف من خلالها على شخصية من الشخصيات الهامة، وسؤالنا اليوم بيكون من هو أليس مونرو؟ خلكم معنا. أليس مونرو على ما أعتقد هي كاتبة، هي من أصل كندي على ما أعتقد يعني. هي كاتبة من أصل كندي، ألفت العديد من الروايات. أيوة، هي كاتبة من أصل كندي وألفت قصة اسمها قصة أبعاد الظل، وحصلت على جائزة نوبل عام 2013. على ما أظن هي كاتبة من أصل كندا، هذا اللي عارفه بس. هي كاتبة من أصل كندي، هذا اللي بعرفه عنها. أليس مونرو هي كاتبة قصص قصيرة من أصل كندي، ومن أبرز قصصها التي اشتهرت بها قصة أبعاد الظلام في عام 1950. إذا مشاهدينا نرجع للاستديو لنستكمل باقي فقرات برنامج ضوء وظل، إلى اللقاء. شكرا لك وديع على هذا الاستطلاع. أليس مونرو هي سيدة القصة القصيرة بلا منازع، وجدت من الكتابة ملاذا لما يدور في أعماقها من تناقضات فرضتها الحياة، فلم تخفي مونرو ركناً في التجربة الإنسانية إلا وطرقت بابه، فكتبت عن الحب وعن العمل والصراع والحياة الريفية. أولت مونرو في مجموعتها القصصية وكانت بعنوان الهاربة جل اهتمامها للكادحين في منتصف العمر وللنساء اللواتي يكابدن الوحدة وللشيوخ الذين ينتظرون بلهفة تارة وبندم تارة أخرى للماضي المنصرم. وتمتع أليس مونرو بمرونة في الكتابة، وقد استطاعت أن تحقق في 30 صفحة من القصص ما عجز عن بعض الكتاب في إنجازه من روايات كاملة.
حصدت أليس مورنو خلال حياتها الإبداعية على الكثير من الجوائز الأدبية كجائزة الحاكم في كندا 3 مرات، وكذلك حازت مورنو على جائزة جيلار مرتين وجوائز عدة أخرى، ورشح اسمها لجائزة نوبل كذلك. للكلمة في شعره وقع وصدى خاص، فهو يشبه الشعر بإنسان مهم في حياته ولا يستطيع الاستغناء عنه. إذن دعونا نرحب معا بالشاعر عبد العزيز بارود صاحب ديوان لها ولها. حياك الله معنا عبد العزيز. بجيك الله يسلمك. إذن عبد العزيز، اليوم مساءنا مميز، أعتقد سيكون معطر بالكلمة الرائعة، باللغة الفصيحة، بكلمات مستوحاة من جمال خرفكان وجبالها الشامخة، وكذلك بابن خرفكان. خرفكان دائما مبدعة، دائما تحتضن الإبداع، نرى فيها كوكبة متلألئة من المبدعين برزوا على الساحة الإماراتية. عبد العزيز بارود أحد أبناء هذه المدينة الجميلة، هذه المدينة الساحرة، عروس الساحل الشرقي. دائما يقال بأن المكان جزء من الإنسان، فأعتقد بأن عبد العزيز كذلك خرفكان تعني له الكثير، فماذا تعني لك خرفكان عبد العزيز؟ بداية شكرا على استضافتكم ومرحبا فيكم جميعا، والمكان منور فيكم طبعا. بالنسبة لي خرفكان أقدر أوصفها بقصيدة، صدقيني القصيدة هي أجمل شيء في حياة هذا الشاعر. فهذه القصيدة التي لم يكتبها أحد على بحرها. فخرفكان مدينة شاعرية جدا، تجعل الذي ليس شاعرا شاعرا. إذن نود أن نسمع هذه القصيدة، لأن أعتقد ابن المكان هو أكثر شخص وأجدر شخص بأن يعبر عن وطنه وعن مكانه. والله أتمنى ذلك، خرفكان ما توفيها كلمات. ممكن أنا عندي انتماء كبير جدا لمدينتي، كثير جدا هذا الانتماء، ويأخذ مني الكثير صراحة. شوقتني للقصيدة عبد العزيز. فهي قصيدة بعنوان بسيط جدا، خرفكان. فأقول: ذكر الصبابة انبدى بمصيفها بين البساطة والصفاء بريفها، أهدي الغرام لسهلها وجبالها وعليل نسمتها وطيب قطوفها، نفخ الربيع بنايه فتراقصت كل النخيل وأنشدت بحفيفها، وتمايلت كل الطيور لسحرها فاحتار أهل النظم في توصيفها. هي خرفكان التي في ذكرها تشد القلوب وترتوي بعزيفها، هي جنة في الأرض رغم سمارها الجبلي إذ يبدو بطهر نصيفها، في عينها الزرقاء بحر هادئ ومشاكس لرمالها ورصيفها، تزداد حسنا من شوارعها التي بانت ككحل العين في ترصيفها، ما بين شاخصها ودارسها ترى عطر التراث على نسيج سفيفها، في كل واد عطر ماضي، في كل واد عطر تاريخ مضى في شطها وربوعها وكهوفها، فهي الأصالة إن أردت أصالة، وهي الحداثة في رحاب طريفها، وهي الحقيقة في الكمال وحسنه مهما سعى الواشون في تزييفها، كالطير يطرب كل سمع صوتها وبديع هذا الكون بين رفيفها، وبذكر أهليها وطيب خلاقهم تلقى محبتهم مياه لهيفها، تحتار من حسن الضيافة واللقاء بين الضيوف وبين وجه مضيفها، هذه المفاخر في فعالهم بدت ما فاق فعل كريمها وشريفها، في خرفكان الجميلة قبلة للعشق تبدو في نسيم مصيفها، قد شبهت في نفسها من حسنها بنت السماء بكفرها وبريفها، هذه عروس الساحل الشرقي ما للروح نزع بعد عذب شفيفها، في كل رابية تشم قلاعها وصدى معاولها وبيض سيوفها، تنبيك أخبار الشواهد والربا عما يخضبه الشموخ بسيفها، عن كل راسية بدت بسفينها والخور يبطش كاسرا بأنوفها، حتى تكالبت المدافع كلها وأبت سقوطا باشتداد قصيفها، يروي لك التاريخ عنها قصة خبأتها بقصيدتي وحروفها،
هي خور فكان الربيع بلحظها حتى وإن بلغت أخير خريفها دامت على رأس العلا تاجا له من كل فخر زاد في تشريفها. جميل جدا هذا الغرام بالوطن، هذا الغرام بمسقط الرأس عبد العزيز. خور فكان هذا ما قلته بداية الحلقة بأن دائما مبدعة تلم المبدعين، لكن هذا العشق وصفت خور فكان بالمرأة الجميلة، المرأة المتزينة وببهائها، هذا الوصف أعتقد أعطى جمالية للبيت وجمالية لجميع يعني هذه القصيدة. لكن دائما تشبه خور فكان بالعروس، برأيك هل هي عروس؟ هي عروس بالنسبة لأهلها وغيرهم، لكن هذا الوصف لم أطلق عليها أنا هذا الوصف، نعم، إنما وصف أطلقه التاريخ وكل من حضر لأخور فكان. فأنا لا أقول أني صاحب الوصف، ولكن أنا مجرد متغني بهذا الوصف، لا أكثر ولا أقل. كذلك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة تغنى كذلك في خور فكان وكتب في خور فكان فقال لبيك خور فكان. كذلك كانت لك قصيدة أخرى بالأم أو للأم، فكذلك هذه القصيدة أعتقد كان لها وقع صدى جميل جدا وكتبت للأم، ودنا نسمع منها يعني أبيات. طيب نقول المقطع الأول منها. مقطع تفضل. أقول إلى أمي، إلى أمي كتبت رسائلي تترى، إلى أمي نقشت الحب والشعر، إلى من وجهها الدنيا ومن في حضنها الأخرى، إلى الفردوس في قلبي علوت بفضلها قدرا، فإن رسالة الأولى وخالص حبها في الروح مرفقة بما تحويه من ذكرى. أيا أمي، أيا من حار في تفسيرك العقلاء والسذج، أنا نفس الذين أبوا عليك الحق بين ذنوبي الأولى وأن العقل لم ينضج، وآن بأن أرددها على الدنيا على أهل السماء والأرض وأنقشها لهم فخرا، أنا الرجل الذي من ضلعك الأعوج، أنا الرجل الذي من ضلعك الأعوج، أنا الرجل الذي من صرخة قد جئت محمولا على كفيك، رغم شقائك السابق ورغم عذابك الساحق ورغم هذا القبح في وجهي، كأني قد أخذت الطهر من عينيك أو من يوسف شطرا. رائع يا عبد العزيز. الأم هي حياة، هي روح، هي مدرسة، هي أعتقد الوجدان، هي جميع ما يسري في عروقنا من حب ومن احتضان. اللقاء جميل جدا، لكن هذا اللقاء نكمله إن شاء الله من بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل نكمل ما تبقى من برنامج ضوء وظل مع شاعرنا المميز عبد العزيز باروت. ابقوا معنا. عدنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل، ومن بعد هذا الفاصل نكمل حوارنا مع شاعر مميز من مدينة خور فكان الشاعر عبد العزيز باروت. عبد العزيز، قبل الفاصل كنا نتكلم عن خور فكان، وكذلك نظمت قصيدة في خور فكان وقصيدة أخرى في الأم وأحب الأم، لكن ديوانك الذي كان بعنوان لها ولهن، لها ولهن، يا هذا العنوان مميز الحقيقة، فحدثنا عن هذا الديوان وكيف كان الوله أساس عبد العزيز وكان لها هذا الوله. بالنسبة للعنوان أنا اتخذته في اللحظات الأخيرة صراحة، الديوان أنا خطوة إلى الآن مش موافق عليها صراحة إلى اليوم، لأن دائما الديوان الأول هو ندم الشاعر، أنا أسميه أي شاعر بيندم على الديوان الأول. سبب ممكن لأن ما وجدت نضج الكافي لإنزال ديوان، أنا أعتبر هذا الديوان توثيق، مجرد توثيق لقصائد كتبتها، أما أني أرتب حق ديوان لا، بعد ما رتبت. فهي خطوة صارت ويفترض أني ما أندم عليها، لكن أنا اتخذت بنصيحة أحد الأصدقاء أذكره بالخير حسن النجار، الشاعر حسن النجار، فقال لي اخلع ثوبك. نعم. وفعلاً حينما أنزلت هذا الديوان أو تم إصدار هذا الديوان، خلعت ثوبي القديم وبدأت ثوب جديد، ثوب
أنا كنت أبحث عنه من زمان، وهو ثوب إظهار البصمة الوطنية في شعري الفصيح. جميل، إذن هي تجربة، خط هذه التجربة وصدر لك ديوان، وبما أنك أنت قلت أن هذا الديوان لست راضي عنه يعني، لكن أنا أعتقد أن ديوان بهذه الكلمات الجميلة دائما اللي يسوي شيء يكون أكثر يعني ما يكون راضي، لكن اللي يستمع ينعجب فيها، والحقيقة شعرك جميل جدا عبد العزيز. لكن دائما بما أنك تفضلت أن صديقك شجعك، أو الشاعر حسن نجار كان من التشجيع بأن تخلع الثوب القديم وتتجدد في الشعر ويكون لك شعر في الوطن. أهمية الوطن، هذا التوجه لماذا كان؟ أهمية الوطن؟ نعم، بالنسبة للشاعر. الشاعر كل شيء يحبه يعتبر وطن. أنا بالنسبة لي الأرض وطن، الأم وطن، الأب وطن، ربما الزوجة مستقبلا وطن. نعم. الشعر بالنسبة لي وطن، فالوطن لابد من حضوره، إذا ما وجد الإنسان انتماء لأمر معين. نعم. يعني بيضيع. نعم، فصعب أن الشاعر يضيع في هالنقطة. إذن الأم وطن، الحياة وطن، الزوجة وطن. بما أن عبد العزيز يعني أنت ذكرت هذه المقولة، بما أنك كذلك شاب أعزب للآن، ما زلت أعزب، أتمنى لك إن شاء الله بالاستقرار والحياة الزوجية إن شاء الله في المستقبل، لكن كذلك عبد العزيز لديه أبيات جميلة في الغزل، وشعر فصيح جميل جدا كتبه في الغزل، ودنا نسمع هذا الشعر. بس أنا عاد بسمعكم قصيدة جديدة هالمرة، ودنا نسمع إن شاء الله. حصري إذا منزله في يوتيوب ترى. فهي قصيدة بعنوان معزوفة العشق الأخير. فأقول إن تسمحي لي أن أغني ها هنا، أن أقطف الحرف الذي لا يجتنى، لأسير ما بين النجوم مقسما معزوفتي بين المواجع والعنا. فالقلب ينزف سرمدية حزنه برؤوس أطراف الندامة موهنا، لأشد أوتاري شرايينا لها نغم يدوزن كل عشق للغنى، كي أورث الفن الحديث بغثه سحرا يعيد الفن فينا مؤمنا. إن تسمحي لي بالهوى ومقامه أن أستعيدك حين عزفي موطنا لدقائق معدودة، وستنتهي بوشاية الدمع المراق على القناة، ستضيع أنغام وتنشز ريشة، وستكشف البحات نبضا قدونا، ما بين صمتين أضعنا جنة تفاحها لم يقترفنا مذعنا، بين المسافات الطويلة والشقاء وشر إفك بادعاء بطنا، وهناك فنجان كظيم ما بكى لكن تشظى في يدي من الضنا، بيني وبينك ألف أغنية بكت بنشيج ضلع ينتقيها مسكنا، ألدي في صدري من الأوتار ما يكفي لأبعث روح ملحمتي هنا، كي أعزف الذكرى بلحن متعب معزوفة العشق الأخير تفننا. إن تسمحي لي أن أقدم وردة حمراء أخرى كي تلملم بعدنا، يا لهفة العمر المحلل تركه العود في كفي لنعزف لحننا، غني على أنغامه طهر الهوى أو ما تمخض حين صافح كفنا، عن بكر وصلينا ونبض حروفه ولسان وجدي حين قام وأذنا، غني في ذاك الروح كل قصيدة في صبحها عبرت إليك تجننا، عن ذلك الولد الشقي وعزفه أو ما تغنى في هواك ودندنا، عن صوته الموؤود صحو شعوره فإذا انتشى أفشى الذي ما أعلنا، عن كل ليل شاهد لا يبتدي إلا بصوتك يا بدايات السنة، فإذا لقيت الفجر بعدي مرة غني لآخر مرة ما بيننا. جميلة هذه الأبيات، بالفعل شعر رائع، شعر غزلي. المساء مكتمل معك عبد العزيز، لكن الآن اسمح لي بأن نذهب إلى استطلاع للرأي ونسأل الشارع، هل تحرص على زيارة معارض الكتب؟ فلنتابع هذا الاستطلاع.
احيانا حسب ظروف وقت يعني، بس لو في فرصه احيانا اكيد. وهي الذي يعني تشجع، بالنسبه لي تشجع الثقافه وكذلك يعني عادات وتقاليد الشعوب الاخرى اكيد. وخصوصا معرض القاهره الدولي اللي بيتعمل كل سنه، وفي عندنا مكتبه الاسكندريه من اعظم المكاتب الموجوده في الشرق الاوسط، وفيها مجموعه من الكتب تحفه مش موجوده في معظم انحاء العالم. اذا كان هذا الاستطلاع حول هل تحرص على زياره معارض الكتب. اعتقد عبد العزيز بان كتاب لها ولهن صدر في معرض الكتاب او معرض الشارقه الدولي للكتاب في عام 2017. اعتقد عامين مر على هذا الكتاب. الأصداء بالنسبه لهذا الكتاب، وكيف كان الانتقاد؟ هل حظي بالانتقاد البناء او لم يحظى وكان فذ في كتاباته؟ لا لا، ما بقول فذ ولا بقول انه لاقى انتقاد، هو مجرد اصدار صدر كان بناء على طلب حتى كثيرين، حتى من الشباب او المتابعين اللي تابعوني، واصدرته لكن نال استحسانهم خلينا نقول، لكن بعدها انطوى في طي الكتمان يعني او طي النسيان. اذا هل تحرص على زياره معرض الكتاب؟ وجه سؤالك من بعد الاستطلاع. طبيعي، معارض الكتاب ربما هي مهرب لكثيرين، واعتقد ان الشاعر لابد ان يقوي مخزون الثقافي بالقراءه قبل الكتابه. نعم، على اساس انه ما يبدا يكرر نفسه في قصائده ويصبح في دائره ممله لا تخدمه ولا تخدم المستمع. نعم بالفعل. اذا كذلك نحن لدينا نصيحه اخرى لمشاهدينا الكرام، ولدينا فقره بعنوان كتاب ينصح بقراءته، كتاب السر لرواندا بايرن، وتم تاليفه من قبل الكاتبه الاستراليه رواندا بايرن، ونشر في عام 2006 وصنف كافضل كتاب للمساعده الذاتيه وفي ذاك العام، وما زال حتى عامنا هذا يحصد نسبه كبيره من القراء. يعتمد كتاب السر في جوهره على قانون الجذب، أي أن المشاعر المتشابهة تتجاذب وتتقارب، فالمشاعر الإنسانية لها ترددات معينة وهي تصدر من الإنسان إلى الكون الذي يعد أو يعيد ترتيب أحداثه حتى يحصل عن طريق التفكير، وأن فكرة الكتاب تدعو إلى التفاؤل والتعامل بطريقة إيجابية مع الأحداث المحيطة بنا، وهذا ما يجعلنا أن نبتعد عن السلبية في التفكير وكذلك في التعامل، حتى نجذب لحياتنا السعادة والصحة والوفرة في جميع الأمور. عبد العزيز بارود، كل الشكر على هذا اللقاء الجميل، بالحقيقة حظينا بشاعر جميل ونفتخر بأنك من أهالي المنطقة الشرقية ومن مدينة خرفكان. بالحقيقة سبحنا وأبحرنا في سماء الشعر الفصيح، التمسنا جماليات اللغة العربية، كانت اللغة العربية والفصاحة ترد الحقيقة من شعرك وترد من كتاباتك. كل الشكر لك عبد العزيز بارود. مشاهدينا، لكم الآن نصيحة من برنامج ضوء وظل، تابعوها. لا ينمو العقل إلا بثلاث: إدامة التفكير ومطالعة كتب المفكرين واليقظة لتجارب الحياة. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، ويتجدد لقاؤنا بكم في يوم آخر. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، دمتم بخير، مع السلامة.